مرحبا بكم في طريفة أخرى من طرائف كرة القدم المغربية، ولكنها الطريفة أثارت جدلا كبيرا بين الجمهورين الوداد والرجاء، إلى درجة أن جمهور الوداد رفع كتفه في مباراة الديربي العربي هي قضية ميطا. شو وقع في هذه الميطا هذه؟ سي احمد، هاد الميطه انا هو اول واحد قضيه انا حضرت، شاهد عيان، ماشي شاهد، ماشي عيان، هي زعما شاهد 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 صحيح، فهمتي؟ حضرت لي في 78 وكانت الوداد رابحه بواحد زيرو وبقات تقريبا خمسة دقائق، وجات كرة عند الحارس ديال الرجاء، مخلص بغى يديكاجي كرة وجا قدامه مهاجم ديال الوداد مجيدو وبقى كيديرونجي فيه كما العاده، المهم وقع شي احتكاك بسيط وهذا، والاربيط كنظن حجان وصفر بينالتي وعطى حمرة للمخلص، ما كاين المهم الراجل مخلص خرج، شكون اللي يهز الكرة باش يتيري بينالتي؟ هو بيتشو اللي ولد الرجاء وكبر في الرجاء، وكان عنده كان انتقل هذيك العام الاول، كان انتقل من الرجاء للوداد، كان عنده مشاكل مع المسيرين ديال الوداد، وبيتشو جد كرة وجلس عليها برك عليها وكيتسنى قدام الشبكة خاوية، ولكن شكون اللي غادي يجي يبغي يحبس بيلانسي؟ هو ظلمي، ظلمي اللي كان معروف، ظلمي اللي دوز كاع لي بوست، ظلمي لعب كاع ديال مسألة أخرى هادي على الهامش، ظلمي لعب كاع لي بوست لعب فيهم من إلي غوش تل وجاب حرضان، جاب لي توني أحمر، توني أحمر بطبيعة الحال كيرمز للوداد وهذا، تما ناض صداع والرجاوي ما قبلوش، لا مكتب تما، المهم كل شيء كاع الرجل من قبل ما يسكتوني حمار وبيتش وديك عمليه استفزازيه كاع على كره وهذا وخاسرين بواحد وغادي يكملوا بقات خمسه دقائق، هذه كنأكد عليها صراحه بكل موضوعيه، بقات خمسه دقائق والرجل انسحبوا من خرجوا من بيان سور، خرجوا من التيران وبيان سور القانون عطاهم مع ناقص موزه يعني خاسر الوداديه تيقولوا خصكم تكملوا معنا الميطه، هي هذوك كيبقاو قفشات وشدان، والجميع في كره القدم المغربيه تشرق هو ان كانت شدان، ما كان لا تعصب لا والو، يعني شد فيه وديك وبعض القضيه مثلا جبنا الوداد والرجاء في 77، الوداد دات البطوله والرجاء اللي دات كاس العرش، وباقي انا كنتذكر انا باقي صغير وكانت واحد اللافته ما عمرها تنسات لي في التريبين، البطوله تولي الوداد والكاس اللي الرجاء، هادو الجماهير ديال الوداد وديال الرجاء هازين، يعني ما كانش طبعا هذا موضوع اخر غادي يرجعوا ليه التعصب وهذا، كان شدان والضحك وهذا وشد فيك وهذا، الكره يشدان الكره بروح رياضيه، ماشي ما كانش هذا التعصب هذا. انسحبوا الرجاء، الوداد فاز بالمقابله، لا فاز بالمقابله، وهذاك الوداد كانت ربحات البطوله، لان كانت ربحات 77 و78 و79، دات الوداد دات ثلاثيه وكاين حتى في 79 داو الكاس والبطوله وداو كاس مو عبد الخامس، الوداد راه كانت التشكيله راه تبارك الله، راه احرضان وشيشه والشريف وصحيته واستشرق شروق، في نهايه هذه الطريفه هذه غادي نوعدوا الجمهورين باش جمهور الرجاء البيضاوي باش يعاود لنا قضيه الكارمال وما جاش من فاس، باقي الكارمال جاج والتران وباقي بزاف، واحد ما يتقلق علينا بزاف الطريق، لا حنايا بروح رياضيه حنا مع الجميع. شكرا سي شروق، وشكرا مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.